السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي الصف الرابع الابتدائي. هنشرح الدرس الثالث في الوحدة الأولى من أنشطة اقتصادية في بلدي، الدرس الثالث بعنوان السياحة. كده أول حاجة هنتكلم عنها إن السياحة من الأنشطة الاقتصادية المهمة جدا اللي موجودة في مصر، وأول حاجة هنتكلم عنها تعريف السياحة هي انتقال الفرد لزيارة أماكن معينة داخل وطنه أو خارجه. الأماكن المعينة دي أماكن سياحية ممكن تكون موجودة داخل مصر أو تكون موجودة خارج مصر. إذا زرنا الأماكن دي داخل مصر يبقى دي سياحة داخلية، لكن أنا لو خدت طلاب الصف الرابع وعملنا رحلة إلى أي قارة من قارات العالم، مثلا قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية، يبقى إحنا كده بنعمل سياحة خارجية. يبقى دلوقتي السياحة لازم تتنقل عشان تزور أماكن معينة، الأماكن دي أماكن سياحية ممكن تكون داخل مصر أو خارج مصر. عاوزين دلوقتي ننتقل لتاني نقطة معانا في الدرس النهاردة اللي هي مقومات السياحة في مصر. أول هام وأول عبارة عاوز أقولها دلوقتي إن مصر بلد سياحي من الطراز الأول، لأن كل مقومات السياحة الطبيعية والبشرية موجودة في مصر. هنتعرف دلوقتي على المقومات البشرية. أول حاجة في المقومات البشرية الآثار المتنوعة. عندي في مصر خمس أنواع من الآثار، هنبدأ بالآثار الفرعونية، ثم الآثار اليونانية، ثم الرومانية، ثم القبطية، ثم الإسلامية. يبقى الآثار عندي في مصر متنوعة، ودي حاجة جميلة جدا بتجذب السياح وتخليهم ما يملوش من أي نوع من أنواع الآثار، وبتخلي بتجيب لي سياح من جميع أنحاء العالم، لأن عندي كل الآثار موجودة في مصر. وعندي في مدينة على سبيل المثال مدينة واحدة في مصر هي مدينة الأقصر، دي بتضم ثلث آثار العالم، وده مكانها على خريطة مصر زي ما بقول لطلابي. مدينة الأقصر مباشرة تحت الثانية بتاعة قنا اللي هي ثانية النيل عند قنا. يبقى دلوقتي عند المقومات البشرية أول حاجة هي الآثار المتنوعة. في مصر آثار متنوعة، أيوة، فرعونية، يونانية، رومانية، قبطية، إسلامية، وده بيجذب السياح وبيكتر أعداد السائحين في مصر. تاني حاجة في المقومات السياحة في مصر هي المقومات الطبيعية. المقومات الطبيعية دي اللي وهبها ربنا سبحانه وتعالى لمصر بلدنا الحبيبة. أول حاجة الموقع المتميز، مصر زي ما احنا واخدين من الترم الأولاني إن موقع مصر متميز لأنها بتقع وسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، كمان تطل مصر على بحرين من أهم بحار العالم هو البحر المتوسط والبحر الأحمر والتي تربطهما قناة السويس. يبقى كده الموقع بتاعنا متميز جدا، وده خلى السائح يجي لك من كل أنحاء العالم بسهولة جدا. كده الموقع بيسهل مجيء السياح إلى مصر. تاني حاجة في المقومات الطبيعية هي المناخ المعتدل. مناخ مصر معتدل جدا صيفا وشتاء طوال العام، وده بيخليني يجذب السياح طوال العام لزيارة مصر. تالت حاجة عندي في المقومات الطبيعية المناظر الطبيعية الخلابة. ولو بصينا دلوقتي لخريطة مصر هنلاقي ما أكثر المناظر الطبيعية اللي موجودة في مصر. عندي على البحر الأحمر على سبيل المثال عندي موجود الشعاب المرجانية والأسماك الملونة وجبال البحر الأحمر التي يتسلقها السياح. عندي في سيناء برضك في محميات طبيعية زي محمية رأس محمد في جنوب سيناء. عندي على البحر المتوسط في شواطئ رملية جميلة. يبقى أنا عندي مناظر طبيعية كمان موجودة عندي في صحراء مصر الكثيرة والكبيرة، وعندي كمان مناظر طبيعية موجودة على نهر النيل والحقول الخضراء اللي جنب نهر النيل. يبقى دلوقتي أنا عندي مناظر طبيعية كتيرة جدا في مصر. رابع حاجة من المقومات الطبيعية وجود الرمال الساخنة والعيون الكبريتية، ودي اللي بتقوم عليها السياحة العلاجية أو السياحة الطبية، ودي بتجذب عدد كبير جدا من السياح. زي الرمال الساخنة دي بيكون فيها الدفن، لأن السائح بيجي عشان يشفى من أمراض العظام. كذلك العيون الكبريتية والمعدنية مثل عيون موسى في سيناء. عندي العيون الكبريتية والمعدنية دي السائح برضك بينزل فيها، هي كحمام سباحة بينزل فيها ويشفى من الأمراض الجلدية. يبقى النقطة دي بس اللي هي الرمال الساخنة والعيون الكبريتية هيجي يسألك عليها
فأسئلتنا هيقول لك سياحة تقوم على وجود الرمال الساخنة والعيون الكبريتية، هقول له السياحة الطبية أو السياحة العلاجية. ما تنساش دي السياحة الطبية والسياحة العلاجية بتقوم على حاجة بس واحدة من المقاومات الطبيعية اللي هي الرمال الساخنة والعيون الكبريتية مثل عيون موسى في سيناء. طيب دلوقتي عرفنا ان مصر متوفر فيها المقومات الطبيعيه والمقومات البشريه للسياحه، فخلي بالك في سؤال بيجي لي بيبقى صعب شويه على الطلاب بتوع سنه رابعه، بيقول لي ما النتائج المترتبه على وفره المقومات الطبيعيه والبشريه للسياحه في مصر؟ هقول له ادى ذلك الى اصبحت مصر بلد سياحي من الطراز الاول وجذب السياح من جميع انحاء العالم طوال العام. او بما تفسر السؤال، هقلب السؤال، بما تفسر مصر بلد سياحي، يبقى الاجابه بتاعتي بسبب وفره المقومات البشريه والمقومات الطبيعيه لقيام السياحه في مصر. هننتقل لثالث نقطه معايا هي انواع السياحه حسب المكان. قلنا واتكلمنا في بدايه الدرس ان انا لو زرت المكان ده جوه مصر يبقى دي سياحة داخلية. يعني لو خدت طلاب سنة رابعة ورحنا زرنا الأهرامات في الجيزة، أو زرنا القرية الفرعونية في الجيزة أيضا، أو ممكن نروح نزور المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، يبقى أنا كده جوه مصر بلدنا الحبيبة، يبقى دي سياحة داخلية. إذا انتقلنا بالطلاب زي ما قلت في بداية الشرح، إذا انتقلنا بالطلاب الصف الرابع ورحنا رحلة إلى أي قارة من قارات العالم، أو إذا خرجنا خارج مصر يبقى دي سياحة خارجية. يبقى الداخلية هي داخل الدولة، أما الخارجية خارج حدود مصر. هننتقل لنقطة مهمة جدا اللي هي أهمية السياحة لمصر. بيجي السؤال هنا يقول لي بما تفسر أهمية السياحة لمصر أو اذكر أهمية السياحة لمصر؟ هقول له إن السياحة بتساعد على زيادة الدخل القومي، وهقول لك دلوقتي تعريف الدخل القومي، ركز في تعريف الدخل القومي. كمان تاني السياحة تاني من حاجة من نقطة من أهمية السياحة توفر فرص عمل للشباب. تعريف الدخل القومي هي أي بالبلدي كده أي فلوس داخلة للدولة، هي مجموع ما تحققه الدولة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. يعني الفلوس اللي داخلة من الزراعة والصناعة والتجارة دي كلها اسمها دخل قومي. يبقى دلوقتي السياحة بتدخل فلوس زي الزراعة والصناعة والتجارة، يبقى كده هي هتزود الدخل القومي. كمان هي بتجيب لي عملة أجنبية، هي المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر. يبقى السياحة مهمة جدا لأنها بتزود فرص العمل، بتزود الدخل القومي، هي المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر. السياحة مهمة؟ أيوة مهمة جدا، مهمة جدا. يبقى لازما أنا كفرد او كطلاب الصف الرابع الابتدائي اللي بيسمعوني دلوقتي لازم يخلي بالهم من السياح والمناطق السياحيه. وهشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه، دورنا كافراد ودور طلاب الصف الرابع هيعملوا ايه عشان يزودوا اعداد السياح وينموا السياحه. كمان دور الدوله هنعمل ايه، الدوله هتساهم بايه من عندها عشان تزود اعداد السياح، لان السياحه مهمه جدا. واذا اندعشت السياحه في اي بلد ما بيزيد الدخل القومي وهترتفع الدوله ديت وتكون في وسط الدول المتقدمه. هنكمل ايه واجبنا نحو السياح والمناطق السياحيه كطلاب الصف الرابع الابتدائي اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي. كل طلابي كويسين جدا وهيسمعوا كلامي وبيدرسوا درس السياحه عشان يعملوا الحاجات دي، واذا زاروا اي مناطق سياحيه لزياده عدد السياح في مصر. اول حاجه طلابي هيعملوها لو قمنا برحله ان شاء الله لاي مكان سياحي في مصر، هيحافظوا على نظافه الاماكن السياحيه. نظافة الأماكن السياحية دي خلي بالك منها، لأن ده عنوان بلدك، وده السائح أول حاجة بيلمس أول ما بينزل مصر النظافة اللي موجودة في الأماكن السياحية. تاني حاجة عدم الكتابة على الآثار، لو سمحت لا تكتب على الآثار لأن الكتابة على الآثار هيشوه منظرها قدام السياح. تالت حاجة المعاملة الطيبة، شعب مصر شعب مرحب بالضيوف
وبيخلي البسمة الجميلة دي بتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وأهم حاجة بتميز بها الشعب المصري ابتسامته الجميلة. فطلاب الصف الرابع اللي قاعدين قدامي دلوقتي لازم يبتسموا للسائح أول ما يشوفوه. يبقى كده عرفنا إيه دور الطلاب نحو السياحة والمناطق السياحية، نظافة الأماكن السياحية، عدم الكتابة على الآثار، المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة الجميلة، الابتسامة الجميلة سنة رابعة. ثالث أو آخر نقطة هنتكلم فيها جهود الدولة بقى، لازم الدولة ليها يكون ليها جهود لتنمية السياحة في مصر. أول حاجة في جهود الدولة إنشاء القرى السياحية والفنادق السياحية، دي اسمها سنة رابعة المنشآت السياحية. اوعى تنسى ان دي اسمها المنشآت السياحية، لان بيجي لي اكمل يقول لي اكمل من المنشآت السياحية الموجودة في مصر نقط ونقط، هقول له القرى السياحية والفنادق والمطاعم السياحية والمنتجعات السياحية. تاني حاجة الدولة هتعملها برضه، الدولة لازم تشترك معانا في الحفاظ على نظافة الأماكن السياحية. نظافة الأماكن السياحية مسؤوليتنا سنة رابعة ومسؤولية الدولة، يبقى احنا الاثنين مسؤولين عن نظافة الأماكن السياحية. فخلي بالك هي مش مسؤولية الدولة بس، الدولة مش هتنظف لوحدها، برضه احنا كمان هننظف ونحافظ على نظافة الأماكن السياحية. ثالث حاجة الدولة هتعملها توفير وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، لازم السائح ينتقل لأي أماكن سياحية. احنا قلنا اتكلمنا جبنا في أول الدرس اتكلمنا عن الأقصر فيها ثلث آثار العالم وديت في أقصى جنوب مصر، اتكلمنا عن سيناء فيها عيون موسى وديت فيها سياحة طبية وديت أقصى شمال شرق مصر. يبقى أنا دلوقتي لازم السائح يكون معانا عشان ينتقل من الجنوب للشرق والغرب، عشان انه يتنقل لاي مكان بسهوله جدا لازم اوفر له وسائل نقل ومواصلات جيده ومريحه. وطبعا مصر تمتلك شبكه جيده من وسائل النقل والمواصلات وكمان الاتصالات اللي هي موجوده ومنتشره في جميع انحاء مصر، وديت الدوله بتهتم بها الايام ديت عشان تربط مصر كلها ببعضها. اخر حاجه الدوله هتعملها توفير الامن والامان للسياح. الامن والامان ديت حاجه مهمه جدا، لان السائح بيحس بالراحه بالطمانينه على نفسه وعلى ماله، وكمان كل ما يحس بالامن والامان هيكرر الزياره وهيجيب معاه سياح تانيين، يبقى كده هيزود اعداد السياح وكمان هيطول فتره اقامته. فتره اقامته هتطول جدا موجود عشان يتم موجود في مصر ويبقى مبسوط جدا. طيب اخر حاجه واخر نقطه عندي يا سنه رابعه هنتكلم او هنعرف التنميه السياحيه. كلمه التنميه السياحيه يا سنه رابعه هي معناها هي المشروعات والخطط التي تقوم بها الدوله والتي تهدف الى زياده اعداد السائحين. انا هقول يا سنه رابعه خلي بالك عشان ايه اللي الدوله هتعمله عشان تزود على كلمة تنمية سنة رابعة معناها زيادة، يعني زيادة أعداد السائحين. إيه اللي الدولة هتعمله عشان تزود أعداد السائحين؟ قلت لكم من دقيقتين الدولة هتعمل النقط دي اللي هي جهود الدولة لتنمية السياحة عشان تزود أعداد السائحين، لأن أنا طالما اتكلمت عن السياحة يبقى لازم أشوف أنا هنميها إزاي، لأن أنا في الآخر عاوز أزودها وأنميها وأعمل لها تنمية. يبقى تنمية معناها إيه يا سنة رابعة؟ معناها زيادة أعداد السائحين، زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. إيه بقى اللي أنا هعمله عشان أزود؟ اللي هي جهود الدولة وقبلها الجهود اللي أنا هعملها عشان أزود أعداد السياح، ولأن السياحة مهمة جدا زي ما قلنا في وسط الدرس ان هي بتساعد على زياده الدخل القومي وتوفر فرص العمل للشباب. كمان قلت من اهميه السياحه ان هي المصدر الاول للعملات الاجنبيه في مصر. وكده بنكون انتهينا من شرح درس السياحه للصف الرابع الابتدائي، ونلتقي معكم في شرح دروس اخرى باذن الله في ماده الدراسات الاجتماعيه للصف الرابع الابتدائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.